كذلك ذكر في الباب الثالث الشفاعة. الشفاعة مثبتة ومنفية. شفاعة من أين؟ شفاعة من شفاعة من الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن. شفاعة أمبايو إمثبيتي، شفاعة أمبايو قرآن إمثبيتي. والتي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. تطلب كل من طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك الأكبر. نعم. أما الشفاعة التي تطلب من الله سبحانه وتعالى تطلب منه سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة. أما الشفاعة إذن الله سبحانه وتعالى. والرضا عن الشافع. والرضا عن المشفوع له. هل يأذن الله سبحانه وتعالى للأصنام أن تشفع؟ لا. إذا بطلت شفاعة، بطلت عبادة غير الله سبحانه وتعالى. عبادة